هاتي يد دودة. يا هنودة 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 يا هنودة يا قمر. صباح الخير. صباح الخير يا احمد. ايه يا دودة حبيبة بابا عاملة ايه؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي عاملة ايه؟ بص بقى، انا النهاردة قررت اوديك الملاهي. تروح الملاهي ولا تجيبي حاجة حلوة الاول؟ هتاخدني معاك. اخدك مين؟ روح الملاهي. انا اخد البرنسيسة هند لوحدها بس. وانا لا يا بنتي، انا اخد اجازة عشان هي بس افسحها واوديها الملاهي واكلها من ماكدونالدز واكلها من هتاكل من ماكدونالدز واكلها من كنتاكي واجيب لها شوكولاتات ياما واجيب لها كل ده. ليه هي؟ ليه هي؟ وانا ماليش حاجة خالص. انت لا، انا النهاردة ده يوم هند حبيبة قلبي البرنسيسة هند. صح يا هنودة؟ صح. عايزة النضارة؟ طب اقول لك حاجة. ايه؟ لا بقولها هي مش ما تبكيش دعوة، انت بتكلم معاها هي. يا هند بقى سيب البتاعة دي وتكلم معايا. عايزة ماما، عايزة ماما بس. طب بص اقول لك حاجة، تروح الملاهي الاول ولا تاكل الاول؟ طب اجيب لك شوكولاتة الاول؟ ها؟ هي عايزة ماما. عايزة ماما؟ لا معلش كده لو سمحتي. سيبيني بقى. يا هند يا هنودة. لا ده انا مصدقة تاخد اجازة عشانها النهاردة والله. هنودة يلا بينا حبيبتي. هتوحشيني يا هنودة. اعملها باي باي يا ماما. اعملها باي باي. لخبط لخبط مسك له الوان ورفع عمو. والنبي عمي عشان خاطر بنتك راضينا عمو. والنبي عمي بس كده؟ طب عشان خاطرها اللي انت عايزها. ربنا يبارك لك يا رب ويخليك ليها يا رب. احلى 5 جنيه. الف شكر يا عم. عشان خاطر العسل. ايه؟ ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم. الف شكر يا عم. تسلم. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط اعمل ايه وياك يا هنودة. هاتي بوسه لبابا. هاتي بوسه. هاتي بوسه يا هان. هاتي بوسه. هاتي بوسه. هاتي بوسه. مش هديني بوسه؟ طب انا زعلان منك بقى. يلا هجيب لي الشوكولاته الاول. ماشي يلا. السلام عليكم. في جمال كده يا استاذ. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. معلش لو سمحت بس، هو انا مش من المنطقه هنا، وبعدين مش عارفه بيقولوا لي شارع 15 وانا مش عارفه اروح. اه بص بقى، انت جيتي هنا في المنطقه دي لعبتي. ايوه يا فندم معلش. شارع 15 حضرتك هتمشي كده. اول يمين. لا تاني يمين. مركزه معايا ولا لا؟ اول يمين تاني يمين دوت شارع 14. اللي بعده على طول بقى ده شارع 15. انت بقى جايه لمين في شارع 15 بقى؟ بس سيبك من كل حاجه، بس كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. النضاره شكلها تحفه عليك. هتاكل يعني هتاكل منك حته شبه عز بالظبط. عز مين ده؟ احمد عز. بامانه والله؟ ايوه بجد والله. حلوه النضاره؟ حلو قوي. والجاكيت الاحمر ده تحفه بصراحه. تتكلمي بجد؟ بجد. خلي بالك ده ذوقي بصراحه. مراتي قالت لا مش هتجيبه. لا قلت لها لا لا بصراحه. خلي بالك انا نزيه قوي في اللبس. خلي بالك ذوقك يجنن بصراحه. ربنا يخليك. تسلمي ست الكل. فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده؟ اه فاضي. تتكلمي بجد نشرب قهوه؟ ايوه بجد نشرب مع بعض قهوه، يعني فنجان قهوه كده انا وانت. انا معاك والله اللي انت عايزاه. بجد؟ والله العظيم. طب دلوقتي اخويا يا هند يا هند يا بنت بتعرف تمشي ولا؟ يا هند يا هند ما بقاش عندي ثقة في حد من اللي انا شفته في حياتي زمان. انا خدت درس. والنبي حبيبي اعمل. لو سمحت معلش معلش. اه دلوقتي هتشرب يا ابني؟ استنى. ايه دلوقتي؟ انا كنت بنتي صغيره هند كنت حاطها في العربيه هنا، ففي واحده جت سالتني. فين يا عم؟ يا ابني استنى بس افهمك. اه ماشي. في واحده جت سالتني قالت لي شارع 15 منين؟ والدي تشبه عز. وبعد كده عز مين؟ ما انا سالتها نفس السؤال دوت. عز طلع عز الممثل. يا ابني مش مهم، خلينا بموضوعنا. انا بحسبه عز اللي بياكل وز. يا ابني خلينا بموضوعنا يا ابني. قول يا عم. فالمهم قلت لها اخويا جاي اخويا جاي. فبص اخويا يا ابني بص فبص ما لقيتهاش ولا لقيتش بنتي. لو ما لقيتش بنت صغيره كده او اي حد شايلها وطالع يجري امان عليك، انا باين عليهم دول عصابه وبنتي اتخطفت امان عليك. شغل غلبان. هقول لك بنت قد كده تقعد تجري كده.
بنت فين دي؟ قد كده طلعت تجري كده يا ابني. بنت صغيره يا ابني لسه عندها 6 شهور ما يا ابني ما بتمشيش. ما انت متخلف يالا. شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما كانت بتحمي عمو يا ابني. ما بتعرفش تحمي لسه عمو. شفتها ولا ما شفتهاش؟ عمي ايه تبيع العربيه دي يا ابني؟ مش زيت ليلى بيعها يا عم. جي ونص يا ابني. شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما تزعبليش دي بنتي يا ابني. حرام عليك. اقول لامها ايه؟ اقول لامها ايه؟ ده في الحل ايه؟ الحل ايه؟ تروح تعمل محضر. ايه؟ تعمل محضر. اعمل محضر ليه يعني؟ محضر ليه يا عم؟ محضر ليه يعني يا عم؟ اعمل محضر ليه؟ هدي نفسك. يا حول الله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ساب لي العربية دي ببلاش. روح ربنا يكرمك وما تقيش بنتك. الله ايه ده؟ انا اخدها عمري. بلدي طنطا واحب يا عم محمد. ايه يا سوكا؟ انا طالعه كده رن اخبط على سكان العماره يرادوني باي حاجه. اصل انا بص اقول لك على حاجه، الحاله معايا دنك، معيش ولا جنيه في جيبي. قولي تاني كده رايحه فين؟ طالعه اخبط على سكان العماره يرادوني باي حاجه عشان الحاله معايا دنك. مش هينفع يا سوكا. لا مش هينفع يا عم. مش هينفع تطلعي، عشان انت لو طلعتي هتخربي لي شغلي وبيتي. طب وانا وانا ما انا في الشارع هتتبسطي؟ عم محمد بقول لك الحاله معاه دنك. طب ساعدني انت يا عم. هو انا ليه هاكل عشان اساعدك؟ انت عبيطه. خلاص سيبني انا اطلع، انا هتصرف. مش هينفع، انت لو طلعت انا همشي من هنا. ماشي يا عم محمد، يعني مش هطلع. لا مش هتطلع. والله العظيم يا عم محمد لا اعلمك ازاي تقول لي ما انتش طالعه. ماشي. بتقولي الكلام ده ليا انا؟ اه. وريني يا اختي هتعملي ايه؟ بلدي طنطا واحب اعيش اوانطا. والنبي يا حاجه لو سمحت يا حاجه. ايوه يا ابني مالك؟ ما شفتيش بنت عندها 6 شهور كده هنا ولا هنا ولا في اي حته؟ امان عليك يا حاجه. انت يا ابني بتكلم واحده مجنونه ولا ايه يا ابني؟ ليه مجنونه ليه بس يا حاجه؟ 6 شهور يا ابني هتمشي يا ابني على رجلها؟ يا لا حول ولا قوه. لسه هحكي لك قصه من الاول يا ست الكل. تحكي لي القصه؟ انا دلوقتي بنتي عندها 6 شهور. أيوة. كنت نازل بالعربيه بتاعتها تمام، قلت هفسحها شويه، امها شبطت معايا، امها شبطت معايا، يابا هاجي معاك. قلت لها لا، النهارده يوم بنت هند الصغيره، والله العظيم هاجي معاك. قلت لها والله ما انت جايه. ما تروح تعمل محضر بدل ما عماله تدور عليها في الشارع البنت الصغيره دي. اعمل محضر ليه يا حاجه يعني؟ اعمل محضر ليه؟ عشان يا ابني هم يدورلك عليها يا ابني. يا بنت اتخطفت انا. انا اعمل لك ايه؟ طيب شفتيهم هم بيخطفوها؟ ما شفتهمش. امال تقولي محضر ليه؟ يا ابني مجنون يا ابني. مش مجنون انا يا حاجه، انا مش مجنون، عايز بنتي. بنت 6 شهور يا ابني هتمشي ازاي في الشارع؟ ما بتمشيش يا حاجه، ما بتمشيش يا حاجه. امال ايه يا حاجه؟ طب ما تبقى اتخطف يا حاجه. في واحده جت قالت لي انت شبه عز. قلت لها عز مين؟ قالت لي عز الممثل. حلو الكلام يا حاجه. قالت لي ممكن نشرب قهوه في حته بعيده. ببص كده ما لقيتش البيت. قالت لي اخويا جاي، اخويا جاي، ما لقيتش البيت. اما قالت لك بقى انت شبه عز بقى نسيت نفسك. والله يا حاجه يا حاجه والله ما حصل ده. هو ده انا يا دوبك عملت كده، بصيت كده ما لقيتش البنت. بتعمل ايه يا حاجه؟ انا اعمل لك ايه؟ قلت لك اعمل محضر. شفتها؟ ما شفتهاش. انت شكلك مجنون. مش مجنون ولا حاجه، انت بتضيع وقت معايا ليه؟ ضيع وقت؟ هتشوف مصلحتك. مش انت اللي جاي تسالني؟ يا هند. يا سوكا. بقول لك يا هند، انا متزاوله بطريقه من عم محمد البواب ده. الراجل يا بنت هند رحت اقول له ايه؟ هطلع على سكان العماره خبط عليهم يرادوني، ما رضاش يقعد يزعلي، وانا لازم اوقعه في نصيبه. ما تعملي له ايه يا سوك؟ جات لي فكره حلوه. قول يا سوك. هي. هروح اسرق موتور من عنده. لا يعني هيشتروا موتور جديد ومش هيمشوا. اه صح يا سوك. طب احدفه بالطوب هيتعور ومش هيحصل حاجه. طب احدث سكان العماره اللي عنده، انا لازم اعمل له نصيبه. السلام عليكم. سلام عليكم. والنبي يا حبيبي انتوا قاعدين في الشارع معاكم ياما؟ احنا قاربين هنا. طب ما شفتيش بكده؟ ما تقوموا تقفوا عشان اتكلم معاكم بقى. ما شفتيش بنت صغيره كده اهو؟ ها لحد ما حد شايلها وماشي؟ ها لا ما شفتش. اصل انا بنتي
بص بنتي كنت واقفه في الساحه، كنت راكبه عربيه كده اهو، العوالي بتزق ديت. واحده جت قالت لي ايه فين شارع 15؟ بعد ما وصلت لها شارع 15 هنا، هوب ببص كده ما لقيتش اتخطفت. عمو بص يا عمو، انا هقول لك على حاجه بس. قولي. انا سامعك يا حبيبتي، امان عليك امان عليك. شفتيها؟ اصبر بس. ايه يا حبيبتي؟ عارف العماره اللي بعد العماره دي؟ مالها؟ سمعت ان في راجل هناك بيخطف العيال. انا سمعت هو ممكن يكون مظلوم. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه. اسمه ايه ده يا بلا؟ دليني عليه واتعلم معايا وقولي. بالله عليك اقسم بالله العظيم ما هسيبه، والله العظيم مش هبقى يطلع في الاسم لما يجيب لي بنت. انا بنت مش هسكت عليها، خلي بالك. فين هو؟ شايف العماره دي؟ ايوه. اللي بعديه اسمه ايه؟ عم محمد. كده انت بقى وقعتيه في مصيبه. ده مش هيمشي من العماره، ده هيضربوه يبهدلوه ويكسروه كمان. وهيودوه القرش. جدع يا شوكه، جدع يا شوكه، دماغك شغاله برضه. بنت هند يا شوكه، تعرفي يا هند تروحي لعم محمد وتقولي له والنبي يا عم محمد ده اختي اللي انت خاطفها؟ اعرف يا سوكا، وكده كده الناس بتصدق الوحشه. صح يا هند. بقولك ايه، انا هاجي معاكي كمان. يلا يا عشان نسيحوله. ماشي يا سوكا. وعايزه اقول لك على حاجه، اللي بيجي على سوكا بيشوف ايام سودا. صح، احنا عارفين يا سوكا. يلا بينا. يلا. معلم عم محمد فين؟ في ايه بس؟ عم محمد فين؟ خلص. انت بتزعق ليه واحدة واحدة يا عم؟ عم محمد فين؟ عايز من عم محمد ايه؟ يا عم قول لي عم محمد فين؟ انا عم محمد. بس كده، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. أنا دلوقتي مش هسيبك لما تجيب بنت الصغيرة. أنا بقول لك أهو. بنتك؟ أنا بقول لك إيه؟ أنا مجنون، وبنتي دي كنت بحبها حب الدنيا دي كله بحبها لها. طب أنا مالي وبنتك؟ أنا يا عم أشوفها. أنت اللي خاطفها، أنا بقول لك إيه؟ أنت اللي خاطفها. خطفت ولو ما طلعتش البنت أنا هنا حارس العمارة 24 ساعة ببقى هنا. اديله بنته يا عم محمد، حرام عليك يا عم محمد. هو اللي خطفها؟ هو اللي خطفها. أنا شفتك يا عم محمد وخلاص. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا شفتك يا عم محمد وأنت بتقول لمراتك روحي وديها البلد. دي مراتي اصلا في البلد. بنت مراتي في البلد اهو. امال بنت يا عم يا عم بنت في البلد. انا مراتي في البلد يا عم. يا اخي الله يا اخي يا اخي ايه بس في ايه؟ اقول لك ايه، والله العظيم ما هسيبك. كلم مراتك دلوقتي تجيب البيت. كلم مراتك تجيب البيت. والله ما شفت بنت. انا عارفه حرام. اديله بنت. حرام عليك يا عم محمد. انا شوكه. ايوه انا. تعالى كده هتكلمها ولا اوديك الاسم؟ والله ما تحلفش بالله ولا تجيبه على لسانك. بقول لك مراتي بقى لها يومين. ما تحلفش بالله ولا تجيبه على لسانك. يا سوكا انا؟ ايوه انت يا عم محمد. انت شفتيني في حياتي؟ هشوفك. انت يا عم انت لسه تتكلم معاه؟ ما انا عايز بنتي يا عم. طب اقول لك حاجه، هات بنتي وهرضيك يا عم. هديك 5000 جنيه بس. هات بنتي والله العظيم ما هعمل لك محضه ولا هضايقك. يلا يا عم والله بس يا عم. دي يا عم اسمعني يا عم. اديني بنتي يا عم. انا لو لقيت بنتك هديها لك. فين هي؟ هو خطفها. احنا شايفينك. تعالى كده على الاسم. تعالى يا عم والله يا عم والله يا عم محمد. الاسم يا عم والله الاسم اللي اخدته. يا سوكا انا يا سوكا. شفناك هضحك على الراجل اللي انا ما اعرفوش ده ليه؟ انت بتعملي ليه كده يا سوكا؟ انا عملت لك ايه بس؟ انا عملت لك حاجه يا سوكا؟ غلط عصابه. شفت يا مكة؟ عشان قلتلك اللي يجي على سوكا يشوف ايام سودا. عندك حق. صح يا سوكا. انا كده بقى هعرف اطلع اخبط على سكان العمارة واخليهم يرادوني. يلا بينا. ولا كيمو معاك الكيسة؟ هي يا سوكا. نلم الجزم اللي قدام الشقة. يلا بينا. يلا بينا. والله ما شفت بنتك. امانه عليك امانه عليك ما توجعش يا عم. انا ما شفتش بنتك. ما توجعش قلبي على بنتي. امانه عليك والله ما شفتها. يا بنت اهلي دي بنتك؟ انتوا شكلكم مجانين ولا ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ بس يا عم ابوك ده ماشي دي ليه؟ ماشي اسمع يا ابوك. ابوك ده اسمع يا ابوك ماشي دي ليه؟ يا ابني ماشي من ايه؟ شكلكم عيب. لو يا ابني يا ابني بس عشان احط الاسم يا بس. وانت مسك بنتك ليه كده؟ يا ابني ولا انت مجنون؟ انا وانت كمان مجنون يا عم. انت عايزين ايه؟ نزل ايدك يا بنت يا جدع. يا عم والله ما شفتها. بس تديله ابوك في الشارع ولا ايه؟ يا ابني ابوك مين يا ابني؟
ده اللي خطفها، ده اللي خطفها. ليه انت اللي خطفت بنتي يا عم؟ انا ما بتحركش من العماره، انا 24 ساعه في العماره. انت اللي بعت واحده تيجي تقول لي شقه 15 فين وتتغزل فيا وتقول لي انت شبه عز وانت شقتك بتاعتك حمراء والنضاره بتاعتك، ما انت اللي بعتها. والله العظيم ما بعت ايه ولا اتفاجئ تعالى على البيت. انت يا متخلف، انت ده اللي خطفها. ابنك ده يا عم ولا اعرفه يا عم. ده بنتك دي يا عم. بنت ايه يا عم انت اللي تلاسع انت كمان؟ وراح على اسمي يا عم. يا عم انا وشو يا عم؟ انا اول مره اشوفك. امشي مع ابوك يا ادم. يلا يا عم انت بس. انت بتقول ايه يا ابني؟ ده اسمعك كلام يا ابني. بص يا ابني، انت هتروح البيت وتنام واشتغلت كويس. اسمعك سمعتني ولا هتجنوني؟ ولا انا عايز بنت. انا بص على روح مع ابوك. ولا انا عايز بنت يا عم. عايز بنتك؟ اه بنتك ايه يا عم؟ ما تهزرش يا عم، اقسم بالله ما احلى بنتك ايه؟ خلي بالك انا كنت بحبها حب الدنيا ده كله. والله العظيم ما هسيبك. انت شكلك مجنون. اقسم بالله انا ممكن ادفنك مكانك هنا. بس بنتي لا، بنتي هتقول ارحموني شويه. يا بنتك اقول له امها ايه؟ اروح اقول له امها ايه؟ انت عايز مني ايه دلوقتي؟ روح لابوك يا بنت. تعالى يلا بينا على الاسم. يلا على الاسم. تعالى لابوكي. يلا بص يا ابني، انت تروح البيت تستغطى كويس. تستغطى كويس وتقول لامك تغطيك كويس. ودي اسمها كلام مع ابوكي. تعالى على الاسم. يلا اسمها كلام. دي بقت مهزله يا اما. ماشي يا اما.